يعيش سكان مدينة المكلا هذه الأيام في وسط وضع بيئي هو الأسوأ منذ سنوات. فقامه تكدس النفايات في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية حتى باتت رؤية أكوام النفايات منظرا معتادا للمارينا في تلك الشوارع. أجينا من عدن احنا طبعا أجينا على المكلا، قلنا يمكن في حاجة حلوة كذا. اتفاجأنا بالمكلا، لقينا كدايف، الشوارع وسخة، البلعات كثير، الأضرار فيها كثيرة. ظاهرة تحول شوارع المكلا إلى حواضن للنفايات والبحيرات العفنة والآسنة برزت بصورة كبيرة إثر تكرر عمليات إضراب عمال النظافة في الآونة الأخيرة، احتجاجا منهم تارة على تأخر السلطات المحلية عن صرف أجورهم على الرغم من ضآلتها، وتارة أخرى للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. محافظة حضرموت من ناحية البلدية مهما من جميع الجواهر، هذا أمام عينك اللي تشوفه الآن، خل في الحارات ذي اللي خلفك هنا، خل في حافظة أسود، خل عند مسجد بن جنيد، خل أي حارة تعينها كلها كرمك الله زبالة رمة. ليش؟ مياه الصرف الصحي باتت هي أيضا تطفح في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية معيقة حركة المواطنين. مع تكدس النفايات وطفح مياه الصرف الصحي بات من الطبيعي أن يتعدى الضرر البيئي انتشار الروائح الكريهة وتشويه ما تبقى من جمال المدينة ليمس صحة المواطنين وحياتهم. السلطات الصحية بالمدينة حذرت من خطورة التداعيات التي يشكلها مثل هذا الوضع البيئي السيء، خصوصا لدى الأطفال الذين تتراكم النفايات أمام منازلهم. أعطيت بلاغات كبيرة جدا للجهات المعنية في هذا الجانب، لأن ننتظر ظهور كثير من الحالات المائية الحادة. من أغلب الفئات التي قد تصاب بهذه الأمراض فئة الأطفال وأيضا فئة كبار السن وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة عندما يصابوا بمثل هذه الأمراض خاصة الإسهالات قد تؤدي للوفيات. ويشكو عمال النظافة من عدم إنصافهم من قبل السلطات، فعدا عن التأخر المتكرر لأجورهم المعيشية والتي لم تعد بطبيعة الحال كافية لتسد رمق عيشهم، هم أيضا يعانون من افتقادهم لأدوات السلامة الصحية والتأمين الطبي، بالإضافة إلى عدم شملهم جميعا في قانون الخدمة المدنية المتعلق بالأجور والمرتبات. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.